موجز 9 من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بولاية وهران غرب الجزائر أعمال الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، ويبحث المشاركون على مدار 3 أيام في هذه الندوة التي تعرف مشاركة مسؤولين رفيعين في الاتحاد الإفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية. هذا وأكد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة أن الندوة الثامنة لمجلس السلم والأمن المنعقدة بالجزائر تهدف إلى أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد في مجلس الأمن لتكون قادرة على التأثير على قرارات هذه الهيئة الأممية أو أي هيئة أخرى. موضوع هذه الندوة يضمن الدعم اللازم للأعضاء في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وهو موضوع هام وواضح ويترجم مساعينا لمضاعفة المجهودات لجعل صوت إفريقيا أقوى على المستوى الدولي وللتأكيد على أن مجهوداتها تحظى بالتقدير، كما أن اهتمامها الأول النجاح الاستراتيجي. وفي هذا السياق أنا سعيد بالتنويه أن التزامنا الجماعي بدأ يعطي ثماره. In this context, I'm delighted to note that our collective engagement has started to bear fruit. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس تغيير اليوم المقرر للاحتفال بذكرى الثورة التونسية ليصبح في 17 من ديسمبر عوض 14 من جونفي. جاء ذلك خلال كلمة له عند إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية. واتهم سعيد أطرافا لم يسمها باحتواء الثورة التي انطلقت يوم 17 من ديسمبر 2010 عقب إحراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في أحد شوارع مدينة سيدي بوزيد قبل هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد. تعديل الأمر المتعلق بالأعياد الدينية والوطنية يوم 17 من ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 من جانفي كما تم الإعلان عن ذلك في شهر جانفي من سنة 2011، لأن الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد، ولكن للأسف تم احتواء الثورة في تلك الفترة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها. أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي صباح اليوم الجمعة أنه سيعلن استقالته الساعة 1 PM اليوم بتوقيت لبنان. وقال قرداحي لقناة ام تي في اللبنانية: أريد من خلال استقالتي أن أفتح بابا إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية، ومنذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها. وكانت وسائل أعلام أفادت في وقت سابق الخميس بأن الوزير اللبناني يتجه إلى تقديم استقالته غدا الجمعة. توقع فرنسا العديد من الاتفاقات مع الإمارات اليوم الجمعة، وذكر مصدران لوكالة رويترز أن باريس قد تبرم أخيرا صفقة بمليارات الدولارات لتبيع طائرات رافال مقاتلة، وتسعى لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع أبوظبي. وقال المصدران إن أبوظبي قد تشتري نحو 60 طائرة رافال مقاتلة، وقد تكون هذه أكبر صفقة لتلك الطائرة بعد صفقات أبرمها الجيش الفرنسي مع اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام. ويبدأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم زيارة لمنطقة الخليج مدتها يومان تقوده أيضا إلى قطر والسعودية. أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس تخصيصه 325 مليون يورو إضافية لدعم طالبي اللجوء في تركيا. وأكد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن تركيا تستضيف 4 ملايين طالب لجوء بينهم ما يقارب 4 ملايين سوري.
ولفت البيان إلى أن البرنامج يوفر دعماً نقدياً شهرياً، مشدداً أنه يعتبر البرنامج الأكبر للدعم الإنساني في تاريخ الاتحاد الأوروبي. تبنى أعضاء مجلس النواب الأمريكي الخميس ميزانية مؤقتة في محاولة لتجنب شلل الخدمات الفيدرالية بحلول نهاية الأسبوع، لكن هذه الخطوة لا يزال يتعين الموافقة عليها في مجلس الشيوخ، وكان أمام المشرعين يوم ونصف يوم فقط للاتفاق على ميزانية جديدة تجنبا لنفادي موارد الدولة الفيدرالية وإحالة مئات آلاف الموظفين على البطالة الفنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.